عشان نبدأ إن شاء الله نبدأ نعمل أول شغل لينا في RESTful API. طبعا مفروض زي ما اتفقنا نكون اتفرجنا على الكورس اللي هو JS 201، أو تكون أنت عارف طبعا جافا سكريبت وعارف نود جي اس وعارف اكسبريس جي اس وعارف مونجو دي بي. دي بالريكويزت للكورس اللي احنا بنبدأه مع بعضينا ده، يعني عارف مونجو دي بي، عارف اكسبريس جي اس، عارف نود جي اس قبل ما تبدأ معنا دلوقتي، ولو مش عارفهم ترجع للكورس بتاع جي اس 201. طيب عايزين نبدأ. قبل ما نبدأ تعال نجهز البيئة بتاعتنا عشان نبدأ نعمل أول RESTful API. عشان نبدأ نعمل دوت هنفتح، لازم نكون مسطبين طبعا مونجو دي بي، أنا بشتغل على كومبس أو أي أو ما شابه مش مشكلة. هفتح المونجو دي بي كومبس كده وها كرييت داتابيز وديها واعمل كوليكشن كده هنشتغل عليه نجيب منه الداتا ونوديها وبتاع دي عن الريسورسز بتاعتنا. انا كان عندي كونكشن هنا على طول، او انت اكتب لوكال هوست 27.0.17 ده الطبيعي، لو انت مغير الاعدادات اظبط على حسب الاعداد بتاعتك. و كريت داتابيز جديدة هسميها مثلا library، وأول collection هسميه book، وأكريت الداتابيز المكتبة ودي البوكس insert document كده الـ ID مش مشكلة ISBN مثلا ISBN اللي هو رقم الكتاب يعني تابع او ما يقوله مثلا ايه التايتل عنوان الكتاب مثلا و ضفت كده على السريع شوية بيانات قلنا الـ ISBN والتايتل الـ authors عملت الـ authors array ضفت فيها فلان وفلان اتنين والـ edition الـ book edition اللي هو الإصدار والـ description وخلاص. وهاخد نفس الكلام دوت يعني هبدأ أعمل clone للـ document بحيث إن أنا أغير الداتا وأضيف بقى شوية داتا كده عشان أبدأ أشتغل عليها. طيب أنا أضفت شوية داتا أهو ويب ديفلوبمنت وفوتوشوب مش عارف سي شارب فيجوال ثينكينج وادفانسد اوراكل بي ال واو سي بي، يعني شويه سجلات كده للايبراري بتاعتي دوت بوك. ده الدوكيومنتس اللي موجوده في البوك بتاعي. ماشي كده عملنا الداتابيز بتاعتنا. بعد كده هنروح على فولدر هنظبط فيه الحاجه بتاعتنا الشغل بتاعنا يعني، وهنزل اول حاجة هعمل سيت اب لي هعمل اولا انستول او ام بي ال او ام بي ام انستول اسمه دوت اكسبريس داش ده سيف كده نعمله سيت اب مبدئيا. نعمل الفايلز بتاعته قلت له كويس. عايزين ننزل كمان عشان نعرف نتعامل معها المونجو دي بي عشان اللي هو الكونكتور بتاعنا عشان نقدر نربط النود بتاعنا بالايه بالمونجو دي بي. خلاص عمل انستول برضو مفيش مشكله، ودي تبقى اخر حاجه ان احنا بيزد على المونجو دي بي لايبراري بقى انفورميشن اللي احنا دخلناه من شويه هنبدا عايزين نوصل ان احنا نعمل اربع المفروض هنعمل خمسه كمان اللي هو هنعمل البوت او الابديت هقولهم انا زودتها اهو. بقى عندي واحد اول حاجه عايزين نعملها عايزين نليست البوكس، هنعمل في اليو ار ال بتاعتنا نزود حاجه اسمها ليست البوكس
ودي بتشتغل على الميثود اللي اسمها جيت. ما بنبعتش اي بوست بادي، ما بنبعتش اي داتا، لكن هي بتشو ليست اوف اول ذا بوكس، بتعرض لي لسته بكل الكتب الموجوده عندي. دي اول واحده احنا عايزين نعملها. تاني واحده ان شاء الله عايزين نعملها الاد بوك، وده هيبقى نوعها بوست، لان عايز اضيف هبعت له جيسون سترينج، هبعت له جيسون عباره عن حاجه كده شايله الداتا، جيسون فايل عادي جدا زي المونجو شايل الداتا اللي انا عايز اقدها، وده هيعمل اضافه لتفاصيل نيو بوك جديد. ديليت بوك، وده هيعمل ديليت برضه، ببعت له جيسون بيبقى فيه بس المفترض رقم الاي دي او رقم الكي بتاعي بتاع الكتاب اللي انا عايز احذفه، وهو بيديليت بوك طبعا اكزيست موجود. ممكن برضه هنعمل على سلاش ونكتب رقم الكتاب، وفي الحاله دي مش هنبعت حاجه غير سلاش رقم الكتاب بس، على حسب طبعا هنحط نقطتين عشان ده انبوت على حسب الاي دي بقى اللي هيتبعت. وبناء عليها شو ديتيل اوف ان بوك، يعني هتعرض لي الديتيلز بتاعت بوك واحد. اخر حاجه نعملها اللي هي الابديت بوك، وديت هتشتغل على الميثود اسمها بوت، وهبعت له جيسون سترينج الجديده، وهو هيعدل داتا بتاعه كتاب في الاصل موجود. يبقى احنا هنعمل الخمسه ميثودز دول مبدئيا كده. يبقى احنا عرفنا ريست فول، وعرفنا نعمل العمليات الاساسيه في ريست فول على المونجو دي بي اللي احنا عملناها من خلال طبعا النود جي اس والاكسبريس جي اس.